ولدي طاح تهرس عنده جوج هرسات وصيفطونا من السبيطار ديال بن حمد للسطات وملي جينا ما استقبلنا حتى واحد بقينا مليوحين حنا والدري هنا وعنده جوج هرسات وكاين تزف وغوتو على الطبيب اللي غادي يتكلم به ما جاش قالك اودي سير الاداره باش تكتب واحد الورقه ديال الناس كتبنا الورقه ما جاش الطبيب كنتسناو فيه حتى الصباح ما فطرنا ما والو وبيتين فايقين وبيتين ساهرين في السبيطار لا صالة لا فطور لا والو احنا باقي لحد الان هاد الناس ما داروا معنا والو احنا في السبيطار ديال الحسن الثاني في السطات والدري راه كينسف الان ودابا اللهم انا ودابا اللهم انا هذا منكر راه الناس شحال من واحد ماشي غير ولدي الناس راه كتمحن والناس راه طايحه ورا حتى حاجه ما كاينه في هذا السبيطار جابوني السطاج ما جينا لحقنا انا حطنا داك مول الطوموبيل ومشى ما دخلنا للعد داك مول هذا اللي كيخيط ما دخلت عدو خيط لي ما عرفتش تخيطات ومسح لي وعاود رد لي القبص وداكشي صافي وقال لي غترجع غير غترجع لبن حمد وعيطوا للطبيب ديال العظم الطبيب اختصاصي نعيطوه لي راه ما بغاش يجي واليوم انا دابا الان باقي كنتسنى فيه راه ما بغاش يجي غنداو معاكم دابا انا من السبيطار ديال الحسن الثاني انا راه محنوا في الصداع وبزاف وراه شتو قبيت وجهرسات والدم كيبقى يدوس وبقيت كنغوت حتى واحد ما دافع فيا والطب كيدوسوا من حدايا من الناس سلام ما كيقولوش ليا اسمعش باللي اليوم انا يتصاع على الطبيب ما جاش شحال واحد بحالي وكثر منه وراه باقي ما جاش عندنا ورا باقي هذا خويا ما واش هذا راه منكر خايب 23 يوم وانا هنا ما فتحوا ليا ما قالوا لي شحال الساعه معلوم وحسيت بهم حتى قالوا لي غادي نبدلوا لك الطبيب ديالك 23 يوم وقعد حكى لي ما جا عادي ما والو نقطع لك ورقه سير للدار البيضاء وانا ما بيهاليش وما عديش شو قال كيدوس من الدم اللي كرت لي كنحس بيه وقال ديزه تسمع ديزه بالدم انا مليون حنا بصح من امبارح حتى واحد بغى يتشا اللي كندخل عندو كيقول لي انا كندير خدمتي اسكت انا كندير خدمتي والطبيب مبغاش البارح يجيني في الليل دي عمر ورقه من عمرنا ورقه هي اللي تد ثلاث لاخر ومن عيطتو علاش قال لك بلا تد ثلاث لاخر ثلاث لاخر اي قال لي مديو شاف البلاكا بلا انت مهرس ما انا ادو في التليفونات ما عرفتش نمشي فيها في المعرض عرفتش انت قال لي صافي هذا الطبيب اللي عيط هذا قال لي عطيني داك الوريقات قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا